تعرفي بطة؟ مين بطة؟ هي بتقعد في الأندلس زي كده يعني. جايز. من أسبوع كانت هناك وخرجت مع 2 سواح. ما خدش بالي. هي فيها شبه منك كده، بتلبس بنطلون أسود لميع وباروكة صفراء قصيرة. افتكرتها، بس هي مش لايقة في البنطلونات. ليها فين؟ ايه اتلطيت؟ لطشت منك حاجة؟ لا بس اصلي كنت عايزها في حاجة مهمة. على العموم هي بطلت تيجي. تكون بتيجي عن خواجاية، ما تسأليها. طب ما تسألها انت. ايه واحنا ايه نظامنا؟ لا 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 يا بي، لا واخدة بالشكل ده مش تيجي. افتكري كويس يا مدام فوطة، انا لما اقول لك مش تيجي يعني مش تيجي. انا مش قاعد هنا نلعب. طيب دي نمرة التليفون، لو في يوم جاتلك خليها تكلمني. انت يا زعلان منه قوي يا انت تخبه قوي. مين؟ لا والله ما جاش حد طلبني في التليفون. ما خلاص يا نمر، لما اطلبك هقول لك. عملية فيها قرشين كويسين، شقة لوكس، أصحابها متعودين يقضوا الخميس والجمعة في العزبة. نخلص الدستين البيرة دول وأقوم أقوم نروح على الزمالك. أدلك على الشقة تخشها أنت من شباك الحمام، أنا هحمل معاك والمرة دي بقى أنا اللي هسوق. إيه أنت معانا ولا علينا؟ لا معاك ولا عليك، أنا مش في كده دلوقتي. ما كنتش معايا تبقى عليا وربنا ما يحكم عليك. أصلا اللي بيجي عليا ما يكسبش. خير يا عمر. اسمع خلينا احنا يا جماعه احسن، دي الايد البطاله نكسب. مش مهم تعمر قلبك، المهم تعمر جيبك. كل يوم تعرفي بطل؟ لا ما اعرفهاش. استنى عندك انا بقى عارف، حتى بالاماره لسه مزغره. يا بطه يا بطه يا اخويا، حلاوتك يا تعرف سموهم نسوان ليه؟ عشان بينسوا، تلاقيها نسيتك زيك زي غيرك. وتعرف سموها مرة ليه؟ عشان مرة. أكلك منين؟ بفرة ولا شفايف جهاز اشاعي، كسرت امبارح عياده الدكتور. ايوه بس انا ما اشتغلتش في الصرف ده قبل كده. ده بتاع 100 جنيه 20 جنيه بس. وشك ولا القمر يا ماهر؟ ده جهاز ضغط. ايه اقرع 100 جنيه ده ايه؟ انت بطلت السرقه وتشتغل في النصب. هيقول لنا بقى نصبه وفتحه اذا كنت انت ولا اخوك. ما بناخدش منكم الا الفلحسه وطوله اللسان. طولت الايد نسيتها؟ دي كان زمان، دلوقتي اللي يمد ايده عليا اكسرها له. مش لاقي عليك قد عزة النفس يالا. انت قد الحركات دي؟ قدها. صلوا على النبي يا رجاله. 20 جنيه زي ما حكم ماهر. قلت ايه؟